أصحاب المعالي والسعادة، في نهاية أعمال الدورة 152 أدعو معالي الأخ الوزير يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة لاستلام مهام رئاسة الدورة 153 مع تمنياتنا الأخوية الصادقة لمعاليه بالنجاح والموفقية في إدارة أعمال مجموعتنا العربية نحو مزيد من التعاون والترابط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على هذه الأمة بالخيرية، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، معالي الأمين العام، الأخوة والأخوات جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن نتقدم بالشكر إلى معالي الأخ محمد علي الحكيم وزير الخارجية لجمهورية العراق الشقيقة على رئاسته الناجحة للدورة 152 لمجلسكم الموقر، مثمنين عالياً حكمته وجهده الموفق لتعزيز العمل العربي المشترك خلال توليه رئاسة تلك الدورة. كما نود أن نشكر أيضاً معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وجهاز الأمانة العامة على جهودهم المتواصلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك، وبما يعود بالنفع على دولنا وشعوبنا وأمتنا العربية. كما نحب نرحب باسمكم جميعاً بالأخوة الزملاء الجدد لوزراء الخارجية، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، معالي نور الدين الريي وزير الشؤون الخارجية والجمهورية التونسية الشقيقة، معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، معالي الدكتور ناصيف وزير خارجية والمغتربة بالجمهورية اللبنانية، والذين انضموا إلى مجلسكم الموقر والذين لا شك أنهم سيمثلون إضافة طيبة لأعمال هذا المجلس، متمنين للجميع التوفيق والسداد. يطيب لي هنا أن أعرب لكم باسم سلطنة عمان عن عميق التقدير والثناء لما أبديتموه من صدق المشاعر وجليل المواساة في مصاب الأمة برحيل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، والذي كان عاملاً وناصحاً باذلاً ومشجعاً داعماً لهذه المؤسسة العريقة، متمسكاً مع إخوانه القادة بكل ما من شأنه الحفاظ على البيت العربي الجامع. وفي هذا الصدد نود أن نؤكد على المضي وفقاً لهذه الثوابت بكل إخلاص، وقد تجلى ذلك في خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه عند توليه مقاليد الحكم في 11 من يناير من هذا العام، حين أكد جلالته حفظه الله ورعاه على الاستمرار في دعم جامعة الدول العربية والتعاون مع زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف الجامعة العربية والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية. أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
اسمحوا لي أن نذكر بعضنا بعضا عند ترأس سلطنة عمان للدورة 135 لمجلس الجامعة العربية في مارس عام 2011، وأقتبس مما ورد في كلمة الرئاسة في حينه: إن أمتنا العربية تمر بمرحلة دقيقة وتعيش أحداثاً ضخمة لم يحدث لها مثيل في تاريخ الأمة الحديث، وأن هذه الأحداث والتي كانت تعتبر زلزالاً بشرياً مجدداً لا شك أنه سيقود إلى ميلاد نهضة عربية جديدة، وأن هذه النهضة تقوم على أكتاف الجيل الجديد من شباب الأمة الذي يشكل أملها ومستقبلها. انتهى الاقتباس. اليوم ونحن نجتمع في مجلس الجامعة العربية الدورة 153، ماذا نقول فيما قدم وما تحدث؟ في طموحات أمتنا منذ 11 عاماً، لقد تحولت إلى هذه الطموحات والتي رجونا تحقيقها إلى حالة من الدمار والفرقة، وبدأ أن نخرج من ضيق الحياة، وقد دخلنا إلى مرحلة صراعات الفئات وعصبيات الجاهلية الجديدة. وبدل أن نقيم التواصل الإيجابي مع دول وثقافات عالمية، فإذا بالعالم الحديث يصاب بالملل والضيق من تصرفاتنا بسبب فقدان قدرتنا على الشراكة العالمية الإيجابية. وبدلاً أن نكون في مقدمة الركب العالمي ونحن العرب خير أمة أخرجت للناس، فإذا بنا على عكس ذلك من الضعف وشرود الذهن ووهن العزيمة وفقد القدرة على حماية أقل القليل من تراثنا وكرامتنا الإنسانية. لهذا فإنه من الواجب على هذا المجلس مرة أخرى العمل للنظر في الصورة التي وصلنا إليها، وأن لا نهرب من واجب العطاء وإعادة هيكلة العمل العربي المشترك، وتوفير مساحة من الزمن النفيس للمراجعة لاستعادة قدرة الأمة العربية وفرض هيبتها الأخلاقية واستعادة الثقة مع جوارها الإقليمي والتفاهم والتعايش مع القوى العالمية، ووضع آليات ووسائل دبلوماسية واقتصادية وعلمية للاستفادة من التقنيات المتطورة حتى نلحق بالركب العالمي خدمة لأجيالنا القادمة. إننا على يقين بأن عالمنا العربي جزء هام ومؤثر في العالم الواسع، وإن آمالنا في مستقبل مشرق لأبناء هذه الأمة قائم على منطلقات صلبة ومكانة فريدة ومآثر حميدة أسهمت فيها الحضارة العربية الإسلامية أيما إسهام في مختلف العلوم والمعارف والبناء الإنساني. وبالتالي فإن تعزيز التعاون والتكامل وتبادل المنافع والمشاركة البناءة مع مختلف شعوب العالم ينبغي أن تكون لنا غاية، كون ذلك من أنجح الوسائل لإبراز الموروث النافع التاريخي والحضاري للأمة وحق الشعوب العربية في التنمية والرخاء والازدهار. أصحاب المعالي والسعادة الأخوة والأخوات، لقد اجتمعنا في جلسة غير عادية لهذا المجلس في الأول من فبراير من هذا العام حول ما آلت إليه القضية الفلسطينية، وقد كان واضح رفض الفلسطينيين والعرب لما عرف بصفقة القرن لأنها لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة. ونحن هنا إذ نؤكد على أنه بدون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فلن يكون هناك قدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة وتوفير البيئة الإيجابية للتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إننا في سلطنة عمان آمنا بالسلام والتعايش بين الأمم والشعوب كهدف، ونسعى دوماً من هذا المنطلق لدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع. إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو مصلحة استراتيجية لهذه المنطقة وللعالم، ولهذا نعتقد
بأنه ليس أمام إسرائيل من سبيل إلا لدخول في مفاوضات جدية مع الفلسطينيين من أجل بناء المستقبل أمن للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية وفي أجواء من السلام والاستقرار وبناء المصالح المشتركة. ولا بد للمجتمع الدولي والأطراف الدولية المحبة للسلام من المساهمة في تحمل المسؤولية التاريخية والتحرك بواقعية عادلة ومنصفة لإنهاء هذا الصراع عبر إحقاق الحق وإعمالاً بالقانون والمرجعيات الدولية. لقد آن لهذه الأمة أن تنهض من كبوتها وأن تقوم بمراجعة النفس والتصالح مع الذات ومحيطها العالم ووقف هذا النزيف الدامي في الأرواح والمقدرات والتوجه إلى المستقبل بقلب وعقل مفتوح نحو الغد المشرق بإذن الله. وأختتم كلمتي بقول رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.